يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في الستين من امرأة في الستين من عمرها أرضعت أبناء أبنائها، أرضعت أرضعت أبناء أبنائها في الستين من عمرها، نعم، ولكن لم يخرج شيء من ثديها لا حليب ولا ماء، هل يعتبر؟ الحمد لله عندما خرج شيء ما صار شيء، حتى لو هي شابة، لو هي شابة أم 20 سنة أو 15 سنة ولا خرج منها شيء لا يعتبر هذا شيء. نعم.